الأسبوع اللي فات شاب زي الورد جالي وللأسف فقد 60% من نظره بسبب الموضوع ده. أهلا وسهلا بيكم. الكرة الأرضية بتشهد بكرة كسوف للشمس، وفي مصر هيكون من الساعة 12 لحد الساعة 2 وربع تقريبا، يعني حوالي ساعتين وربع من كسوف الشمس. ودايما تتجدد التحذيرات، لما يكون في كسوف للشمس يا جماعة ما تبصوش للشمس فوق، Don't look up. من المعروف ان انت لما تبص للشمس وفي حالة كسوف ده بيعمل مشكلة وحرق في الشبكية، وبنلاقي إن في شباب صغيرين بيعملوا الموضوع ده وللأسف بيفقدوا البصر بتاعهم. وبدون الدخول في تفاصيل معقدة، النظر للشمس وقت الكسوف بيعمل حاجة اسمها سولار ريتينوباسي أو إكليبس ريتينوباسي، ضرر بالغ في مركز الإبصار والشبكية، والضرر ده بيكون دائم غالبا وبتفقد جزء كبير من النظر بتاعك. وكان جالي شاب صغير عنده حوالي 20 سنة، كان بص للشمس ومامته كانت بتقول لي ان هو كان في حاجه او تحدي على النت او حاجه الشباب بيعملوها مع بعض، هو جربها وبص للشمس في وقت معين. وللاسف انا لما جيت بصيت على الشبكيه هوريكم الصوره بتاعته، في نقطه وحرق في مركز الابصار. الشاب الصغير ده بيشوف 40%، يعني 4 سطور، وهو صغير جدا. والموضوع ده بيبقى اكبر في السن الصغير، اكبر في الشباب اللي ما عندهمش ضعف نظر، لما بيكون القرنيه كويسه، عدسه العين كويسه، فالنور والاشعه اللي انت بتشوفها دي بتتركز على الشبكيه وتحرقها، بينما بيكون الاثر بتاعه قليل في الناس اللي عندهم ضعف نظر عالي، الناس اللي عندهم ميه بيضاء، الناس اللي الشبكيه بتاعتهم او نن العين بتاعهم لونه غامق، فالناس دول عندهم حمايه طبيعيه من الاشعه وحمايه طبيعيه من الضرر بتاع الاشعه الضاره دي. والسولار ريتينوباسي بيعمل ايه؟ بعد ما تبص لحضرتك للشمس او سواء بقى في الكسوف، سواء للضوء بتاع اللحام لفتره طويله، سواء بعض الناس مثلا لما بيبصوا في اضواء عاليه بيجيب لك على طول، بتحس بعدها على طول في انخفاض في الرؤيه، في زغلله مستمره. يجي الدكتور يكشف يلاقي في نقطه بيضاء، نقطه حمراء اسف، في مركز الابصار. تيجي تعمل فحص مجال الابصار تلاقي في فقد في مجال الابصار بتاعك. تيجي تعمل فحص او سي تي تلاقي في حرق في مركز الابصار، وللاسف ملوش علاج. فاحنا بننصح بكره كل الشباب لو في اي حاجه خايبه زي كده طلعت على النت ان احنا نبص على الشمس وقت الكسوف، ارجوكم دونت لوك اب. اتمنى لكم دايما الصحه والعافيه. كان معاكم دكتور محمد جوده، شوفوا فيديوهات تانيه كتير، مع السلامه.